بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. مبارك النهارده طلع الصدر فرخه من عندها، يعني تجيبي ربع كيلو بانيه، تجيبي نص كيلو، تجيبي كيلو، تجيبي كيلو الا ربع حسب الكميه اللي عندك. انا طلعت صدر فرخه بالصلاه على النبي وعملته اللي بيقولوا عليه ناجس دوت. انا يعني عاملاه زي البانيه، بس ماما مباركه بتعمل بالبركه بالصلاه على النبي، عاملاه بايه؟ بالميه، احلى ناجس بالميه. ماما مباركه بتقول لحبايبها خشوا على الفيديو شوفوه وجربوه، هيعجبكم والله، تحفه تحفه بالصلاه على النبي، وسهل سهل من غير اي اضافات، يعني زياده ولا اي بحاجات البيت بالصلاه على النبي. طبق تحفه، وجنبيه مكرونه، جنبي رز بشعريه، جنبي رز رزيه ورزايه، يعني وجبه حلوه سهله بالصلاه على النبي. حبايب ماما بركه تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حبايب ماما بركه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واتم حال. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. النهارده ايه هعمل ايه؟ هنعمل مكرونه، شويه مكرونه كده حلوين كده. شفت المكرونه دي شكلها جميل تحفه، بتزيد قوي وبتبقى حلوه. هنعمل مكرونه، انا مش شويه السلطه، المكرونه، المكرونه القوطه هنعملها النهارده بايه؟ بفص توم بس، التوم ده اهوت، فص التوم، يبقى دي حاجه المكرونه. هنعمل طبق سلطه. انا طبعا جبت فراخ، وطبعا لما بجيب فراخ كبيره بطلع ايه؟ الصدر. طلعت الصدر اهو لسه ما قطعتوش، بالصلاه على النبي اهو طلعت الصدر اهوت لسه ما قطعتوش. هقطعه هعمله زي بانيه، هعمله اي يعني هخترع ايه، هقطعه ونحمره. طبعا ايه؟ معلقه صلصه من اللي انا عاملاها، ومعلقه هريسه، دول ايه؟ هتبل بهم الصدر. التوابل بصل باودر وتوم باودر وسبع بهارات، حبه كركم، حبه بابريكا، حبه كاري. بالصلاه على النبي، هنا فلفل اسمر، بابريكا برده نفس الحاجات دي، نفس الحاجات دي هنا هي ايه، هنحطها ايه مع الدقيق. طبعا ايه هنقطع هنا دقيق ومعلقه نشا. بالصلاه على النبي اعمل ايه بقى في الصدر بتاع الفرخه؟ ايه بالصلاه على النبي كده اهو، هروح حاطه كده بالصلاه على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، واروح عامله كده اهو اهو بالصلاه على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. هروح عامله ايه بقى برده؟ هخليه من العظميه خالص القرقوشه. وست البيت الشاطره تعمل ايه؟ اي حاجه اهي بالصلاه على النبي. ادي النص التاني اهو اهو بالصلاه على النبي، شفتوا اهم. طبعا ايه هقطع بقى اقطع كده مكعبات كده اهو اهو اهو، والتاني نعمل كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. وتعالوا حبايبي اتغدوا معانا، هي برضو حلوة، يعني حد دخل علينا على غفلة، نجيب كيلو مكرونة بالصلاة على النبي، ونطلع أي حاجة من إيه؟ من التلاجة كده، ونروح عاملين إيه؟ عاملينها. طبعًا أنا قطعت صدر الفرخ أهو، هغسله وأوريكم. صدر الفرخ بروح بالصلاة على النبي إيه؟ منزلة معلقة الهريسة ومعلقة الصلصة، دول كده نص كوباية، نص مج، نص أقل من نص أهو كده أهو. حبة خل، توابل كلها دي يعني كده اهوت، ملح اهو، الصلاة على النبي. بروح حاطة ايه؟ معلقتين دقيق، معلقة نشا، وبروح ايه؟ برضو الخليط ده كله، الدقيق على النشا، واحط ايه؟ البهارات دي كلها اهي. حبة فلفل اسمر هنا عشان ما كانش فيه هناك. بالصلاة على النبي، اروح على الخليط ده كله كده اهو، هتبقى وجبة حلوة، وجبة سريعة كده على طول. ناخد حتة تومة برضه فريش ايه من اللي انا دقاها للمكرونة اهيت. بالصلاة على النبي، صدور يعني اللي انا قطعتها، صدر فرخة قطعناه بالصلاة على النبي اهو،
طبعا ده ايه هركنه في التلاجة لما ايه لما اخلص ايه اعمل شوية السلطة واسلق المكرونة وساعة التحمير. طبعا انا حطيت الخلطة بتاع البهارات اللي كانت معايا حطيت على الدقيق الخلطة دي كان هنا طبق وهنا طبق مع معلقة النشا هي الدقيق والنشا. طبعا ده هشيلها في التلاجة بقى لما اجي ايه هعمل السلطة واسلق المكرونة واما نيجي نشتغل اوريكم. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. المية بتغلى اهي، حبة ملح، حبة زيت، الصلاة على النبي. هنعمل المكرونة النهاردة وبانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على ايه مسلق المكرونه، سقطت المكرونه هسلقها واوريكم يا حبايبي، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شفتوا المكرونه، سلقت المكرونه اهيت. المكرونه دي جميله تحفه تحفه بالزيت وجميله. طبعا خلصت المكرونه هصفيها ونعمل التقليه مع بعض، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فضيت المكرونه وشطفت الحله وهعمل مكانها بقى ايه التسبيكة. حطيت زيت، النهارده هعملها بايه بتومه بس. الصلاة على النبي. اهو مكعب شوربه، فلفل اسمر، ملح بشطه، اهو التكه بتاع ماما بركه المكرونه، معلقه السكر مغيره كده. الصلاة على النبي. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. هتسبك واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. تسبكت المكرونه هي. طبعا سلقنا المكرونه ورحت غاسله الحله وبسبك التسبيكه هي. هروح بقى ايه نقلها ورا عشان اشتغل في ايه في البانيه بتاعي. طبعا هنا حبه النشا وهنا الدقيق والتوابل اللي حطيتها ايه على الفراخ على الصدور. طبعا عملت سلطه وعملت ويسك بتاع سلطه اهوت، اكله ناشفه كده حلوه بالصلاه على النبي. بروح اعمل ايه بقى، بروح ايه طبعا حطيتها في الثلاجه، بروح مطلعه ايه بانيه كده او حتت الصدور كده كده اهو كده اهوت. انا ولعت على الزيت كده اهو كده اهوت كده اهو. بروح عامل ايه كده اهو كده اهوت. السلام. بروح مطلعه بقى من هنا كده اهو كده اهوت، واروح ساقطه هنا كده تاني، واروح عامله كده اهوت، واروح ساقطه هنا كده تاني، واروح عامله كده اهوت، واروح ساقطه كده هنا تاني. طبعا هطلع كله واعمله وارجع اوريكم. حطيته ايه طلعته من هنا تاني وحطيته يعني تبلته في التتبيلة وحطيته في المية ورجعت ايه حطيته فين في التتبيلة تاني. بروح عاملة ايه تاني بقى، بروح مطلعة بقى ايه كده اهو هنا اهو اهوت كده اهو كده اهوت. بس ايدي بقى متغرقة، معلش ايد ماما بركة متغرقة كده اهو اهو. تاني طلعته من التتبيلة هبدره طبعا كله بقى اهوت تاني مرة، هبدره بقى كده اهوت كده اهو في بالدقيق اللي انا عاملاه بالنشا بالتوابل اللي انا حطاها بالصلاه على النبي. بروح عامله كله كده اهوت اهو كده اهو اهو. الصلاه على النبي. تعالوا معايا. طبعا كده انا عملت ايه طبقتين اهو بالصلاه على النبي، حطيته في عملت في الدقه بتاعته وطلعته من الدقه، حطيته في الدقيق وطلعته من الدقيق، حطيته في الميه ورجعت حطيته في الدقه تاني اللي هي ايه انا كنت عاملاها. انا بحب اعمل كده صدر فرخه، عملنا منه ايه وجبه حلوه بالصلاه على النبي هتعجبكم اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى شكل النجز بتاع ماما بركه او الصدور او البانيه، يعني زي اي مسمى انا مش بعرف الاسماء، بس عاملاه طبقتين. طبعا عملت التتبيله والدقه ورحت ايه حاطاه فيها وشلت ايه ساعتين في الثلاجه تشيلي 3 ساعات يا ريت من بالليل احلى. ورحت مطلعاه من التتبيله حطيته بقى في الدقيق اللي انا عاملاه بشويه النشا
وبعد ما وحتى التوابل اللي حطاها هنا حطاها هنا، ورحت مطلعاه من التتبيله حطيته في الدقيق، ورحت من الدقيق رحت حطاه في حبه ميه ساقعه، يعني طبقتين، عاملاه طبقتين وجميل بالصلاه على النبي. شايفين الشكل تحفه تحفه ازاي؟ تحفه تحفه بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. شايفين الجمال؟ بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هحط الآلية التانية اهيت، بالصلاة على النبي اهي اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ده صدر فرخة، انا بجيب الفراخ كبيرة واروح ايه يعني اعمل منها حاجات كده. بالصلاة على النبي، شايفين الجمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اهو اهو اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. الآلية التانية هي الصلاة على النبي اهي اهي. طبعا ايه هكملها بقى، اخلصها وحبايب اما اجي اطلع اوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه النبي بتاع ماما بركه هو، بالصلاة على النبي. دي الطاسه التانية هي اهي، صدر فرخة بالصلاة على النبي، عملنا منه وجبة جميلة جميلة بالصلاة على النبي. عايزة دي كيلو مكرونة بالصلاة على النبي، وتأكل بالصلاة على النبي أسرة جميلة بالصلاة على النبي. يعني كيلو مكرونة جنب صدر الفرخة ده يأكل أسرة. طبعا سلقة المكرونة، طبعا عملت الصلصة وريتها لكم، طبعا هقدم الوجبة وتيجي تاكلوا معانا بالصلاة على النبي. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملنا ايه النجز بتاع ماما بركة، طبعا الصلصة هيت بالصلاة على النبي. شايفين الجمال؟ طبعا انا غرفة طبق هناك هو التاني بالصلاة على النبي اهو، طبعا اهو خلصنا. عملنا وجبه من صدر فرخه، عملت حبه سلطه حلوين، عملت لها ويسكي، يعني وجبه حلوه. بصوا بقى الصدور بقى بتاع ماما بركه النجس اللي بيقولوا عليه، انا طلعت صدر فرخه من عندي بالصلاه على النبي. شفتوا الجمال؟ شايفين الجمال؟ عامله طبقتين وتحفه تحفه بالصلاه على النبي. وحبايب ماما بركه، ماما بركه بتقول لحبايبها تعالوا كلوا معانا، وصفه حلوه جميله وسهله، يعني برضه حاجات من البيت، يعني لما بجيب فراخ بقسم واشكل بالصلاه على النبي. الوجبه هتعجبكم، وبالصلاه على النبي حبايب ماما بركه حلوه والله، الوجبه تحفه تحفه بالصلاه على النبي. واستنوني في الفيديو الجاي.